متاعب المواطن البسيط متواصلة، وهو ما يترجمه مشروع قانون المالية لسنة 2017 من خلال الزيادات في الضرائب والرسوم التي ستمس جيبه الذي أرهقه غلاء الأسعار. سلاف دعماش والتفاصيل. مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 بقبة زيغود يوسف اتسم بنقاشات ساخنة بين موالاة طرف الزيادات على الرسوم والضريبة بزيادات عقلانية، ومعارضة طرفها مساس بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط. السياسة المتبنة في مجابهة هذه الأزمة ليس فيها أي شفافية. نحن على مستوى الشعب الوطني لم نناقش أي سياسة. المفروض سياسة مجابهة هذه الصدمة تناقش على مستوى البرلمان بكل شفافية بكل وضوح، ونتحمل المسؤولية مع بعضنا البعض في مجابهة بكل حلاوة وبكل عدل بعد ذلك. لكن الذي يحصل الآن أن المواطن هو الوحيد مسكين أمام هذه التدابير الخطيرة جدا التي ستجعل سنة 2017 صعبة للغاية. الطرقات المهترئة التي تميز شوارعنا وغيرها من الإشكاليات لا تترجم أبدا سياسة الأخذ والعطاء التي لابد أن تكون بين الحكومة والشعب. المواطن بقدر ما أنه ممكن يدفع ضرائب على البنزين يريد طريقا معبدا جيدا، بقدر ممكن ما يدفع ضرائب على بعض الأدوية يريد خدمة طبية جيدة، بقدر ما أنه ممكن جدا أن يدفع ضرائب على السمع البصري ولماذا لا يريد إعلاما محترما ومهنيا. وبالتالي المجتمع دائما يعيش على المفاوضات، وإذا فقدنا النوصيون تاع المفاوضات ممكن جدا أن نخلق اختلالات. وبين هذا وذاك، الزيادات الحالية والمرتقبة في أسعار مختلف المنتوجات هو السيناريو الذي سيزيد من متاعب المواطن، فإلى متى؟